أطيب الأوقات مشاهدينا حينما نلتقي سوية نذهب ونتعرف على قضايا المدينة وحكاياتها، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة شهداء وجرح الحرب، حياة عذاب لم تنتهي، والسينما ذكريات الماضي الجميل في عدن. بعد 94 يكاد يكون مات المسرح بالذات في عدن. نجم الدراما اليمنية قاسم عمر وتحديات المشهد الثقافي في عدن. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، وبرغم الظروف الصعبة والمؤامرات لوقف نهضة هذا البلد، تستمر عدن بفعاليات وأنشطة. نذهب وإياكم إلى جولة إخبارية سريعة وفقرة أسبوع المدينة. دشن في مدينة البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن العمل في مشروع مياه منطقتي فقم ورأس عمران الممول كويتيا بأكثر من 138 مليون ريال. وخلال التدشين أكد وكيل محافظة عدن محمد نصر الشاذلي حرص قيادة السلطة على سرعة إنجاز المشروع الذي يبلغ طوله 7 كيلومتر. تتواصل في مديرية البريقة الحملة التطوعية الهادفة إلى إعادة تأهيل أسواق وشوارع المديرية ضمن جهود وأنشطة مبادرات شبابية. مدير عام المديرية هاني اليزيدي وخلال لقائه رؤساء المبادرات أشاد بالجهود المتميزة المبذولة من قبلهم في دعم ومساندة جهود السلطة المحلية بالمديرية، داعيا رجال المال والأعمال إلى المساهمة في دعم وإنجاز هذا المشروع الهام. افتتح في مديرية المنصورة مركز التدريب والتأهيل والتطوير التابع لبنك الخير للتكافل الاجتماعي الذي يكفل العشرات من الأيتام والأسر الفقيرة في عدن. المركز وبحسب القائمين عليه يهدف إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل الأيتام والأسر الفقيرة المعدمة بدورات مهنية وحرفية يتطلبها سوق العمل. الحرب دائما تأتي بالويلات، وإن أسوأ ما تأتي به هو الموت والجراح في الجسد والروح. قضيتنا في هذه الحلقة هي عن الشهداء والجرحى. أكثر من عام على تحرير عدن من ميليشيا الإنقلابيين، ومعاناة أسر شهداء وجرحى الحرب لا تزال حاضرة بقوة في مشهد الحياة اليومية. أعاني من الرصاص داخل رجلي سنة وشهرين، لحد الآن ما قدروا يطلعوا الرصاص من رجلي. كم لنا نقريكم لنا نتابع، وما نريد منهم أي شيء، نريد منهم بس العلاج. أننا يقوموا بس بواقفهم لاجل يعالجونا فقط. أحتاج إلى زراعة عظام وزراعة أسنان ولقفي معوق، ما أقدر أكل الآن، أكلي كله مطحون. 400 جريح لا زالوا بحاجة للعلاج خارج الوطن وفقا لتقارير طبية، منهم 200 بترت أعضاؤهم وبحاجة لأطراف صناعية. سجل لي تقرير السفر إلى الخارج، ما سافروا بيش. قدمت ملف في المديرية عندنا في دار سعد، وملف في مكتب المحافظ، وملف هنا عندهم معلقنا هذه، ولا عملوا لي اي حاجة. روح تعال، بس خسارة حق مواصلات، خسارة بيت كذب. كنت عارف من المستشفى الاسلامي بالاردن، وبعدين حولونا للاسرى كشافات، سووا لنا مجتمع في العلاج، وبعدين العربي وقالوا صعب جدا، غالي عليكم. واخر شيء حولونا مركز الهلال الاحمر الاردني، تعالجت فيه وسويت عمليات. والآن معي عودة وما حد رجعنا. رحنا السودان وقسيت في السودان، بقي 3 أشهر أو 2.5 شهر كذا، ما عملوا نحن أي حاجة. معوقات كثيرة تحول دون سفر كثير من الجرحى للعلاج خارج الوطن، فيما اللجان الطبية تشكو تعقيدات أربكت سير عملها وتجاوزت صلاحيتها في تسفير الجرحى. كثير من المعوقات واجهتنا هنا كالأحالات، لا نستطيع أن نقول الأحالات إلا طبية. يحال المريض هذا يعني وهو ليس بحاجة إلى سفر إلى الخارج، بالإضافة إلى أن بعض الحالات تحتاج إلى الدخول جراحي بسيط، ويوجد في المستشفى في مستشفى السل 3 أطباء جراحين يستطيعون، أو يستطيع الطبيب الجراح أن يزيل تلك الشظية في 5 دقائق أو 10 دقائق، وبالتالي يذهب المريض. في ناس يخرجوا يتعالجوا، أنا مثلا سمعت أقول فلان قدوم مسافر، كيف سافر واللجنة حتى اللجنة ما شافته، فهمت؟ وهذه مشكلة.
يشكو الجرحى من انعدام الرعاية الصحية اللازمة وتحمل أعباء تكاليف جزء من العلاج، غير أن الإهمال هو الهم الأكبر بالنسبة لهم، وتسبب كثيرا باستياء حالاتهم الصحية بدلا من تشافيها. ما عظم مكسور هنا، الشيء العلاج فيه بس ثاني لي رجلي بس مشيش منهم حاجة. سووا لي 4 عمليات، قالت لي قطر بدون ما أدري بدون ما أعلم بدون أي شيء، يعني يخدروك مع السلامة. وعلى الرغم من الجهود الحكومية المبذولة في حصر وتوثيق شهداء وجرح الحرب عبر مكاتب تم افتتاحها مؤخرا في مختلف مديريات المحافظة، إلا أنها جهود تظل قاصرة في نظر الكثيرين ما لم تتمكن الحكومة من إنهاء هذه المعاناة الإنسانية. يجب أن يمحوروا العمل في جهة معينة، الجهة المعينة صدر بها قرار جمهوري بإنشاء مكتب خاص بالشهداء والجرحى، يجب أن تكون هي المسؤولة الأولى عن هذا الكلام. أنه مثلا في المحافظة بينشأ مكتب ثاني، في مكتب الصحة بينشأ مكتب ثاني، وفي هناك بينشأ مكتب ثاني، عطلت العملية تماما. لازم يهتموا بالجرحى وأهل الشهداء ويصرفوا للشهداء رواتب، مش خلاص يعني يعطوهم من 10,000 أي شيء، في أسر معهم أعطوهم رواتب ويعتنوا بالجرحى. حياة عذاب لم تنتهي بعد بالنسبة لكثيرين من جرحى الحرب، إنها معاناة إنسانية تكمل عامها الأول بمزيد من التجاهل والإهمال. أهلا ومرحبا بك الأستاذ علوي النوبة، وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى، في هذا اللقاء الذي نسلط فيه الضوء على موضوع الشهداء والجرحى في عدن للحرب الأخيرة. بداية، قمتم بافتتاح العديد من مكاتب أسر الشهداء، كيف تسير هذه المكاتب اليوم؟ رحب بكم قناة بلغيس، ونشكر اهتمامكم وفي هذا الملف واللي هو الجرحى والشهداء. الحمد لله افتتحنا مكتب في كل مديرية يعني بشؤون الشهداء والجرحى. هذه المكاتب طبعا وظيفتها تعكس هموم كل أسرة شهيد، وتعكس كل احتياجات ومتطلبات كل جريح إلى المكاتب العليا بما فيها وزارة الصحة، تعكسها إلى مكتبنا نحن، تعكسها إلى المكتب المحافظ. فهذه منظومة مشتركة يعمل فيها الجميع، بحيث أنه يجب في النهاية أن يؤدي غرضها، وهي رعاية أسر الشهداء وخدمة الجرحى الأبطال. كيف تتم آلية العمل في هذه المكاتب؟ يعني أسلوب استلام الملفات أو تخزينها والجداول التي توضع للجرحى وأسر الشهداء؟ بالنسبة للأسر الشهداء، بالنسبة لشهدائنا الأبرار بإذن الله، فنحن تقريبا ماشيين في 90% من عملية التوثيق، وشارفنا على الانتهاء من عملية التوثيق والحصر، والحمد لله ترفع لنا المكاتب عبر هذه عبر المديريات، ومن ثم كوننا لجنة حصر وتوثيق. نعم. لجنة فيها مشتركة، لجنة قانونية فيها من المندوب القانوني، فيها من مندوب المقاومة، وفيها من المكتب الشؤون الاجتماعية، معنا لجنة حصر وتوثيق الجرحى في مركز سل في المنصورة. لجنة حصر وتوثيق عبارة عن لجنة من الأطباء متخصصين جراحين، هذه اللجنة الفرعية احنا نسميها، يعني هو الآلية آلية حصر الجرحى احنا نسميها باث ووندد، اللي هو يعني طريق الجريح، طريق الجريح كيف يسلك الطريق الجريح بحيث انه يثبت ويوثق كل بياناته. نعم. فالمكاتب المديريات هذه اللي تكلمنا عليها فيها برضو الفائدة هذه، انها رفعت لنا ووثقت لنا ملفات الشهداء، ورفعت لنا بكشف اسماء الجرحى عفوا في المديريات، فرفعتهم الى السكرتارية العامة الذي لدينا في مركز سل. السكرتارية العامة لمركز سل لها لجنة اطباء يفحصوا ويعاينوا كل جريح، بحيث ان حددنا احنا مثلا السبت، الاحد، الاثنين، الثلاثاء مديرية المنصورة، الربوع والخميس مديرية البريقة. فكل مديرية تأتي الجرحى تعاينها اللجنة الطبية، تكشف عليهم. هنا اللجنة الطبية معها استمارة، أعطيناهم استمارة اسمها توثيق وحصر الجريح، فيها كل البيانات، فيها بيانات الجريح متى اصطاب، في ايش مكان، ايش موقع اصطاب، ما نوع الإصابة، ايش من المستشفى دخل، ايش من المستشفى، هل راح الأردن، هل رحلة إخلاء، في أي رحلة إخلاء مدون سجل. ثانيا تشخيص الحالة، هنا يشخصها الطبيب اللي يكشف عليه. ثانيا ما هي الإجراءات المقترحة،
يحددها الطبيب ايش الاجراءات المقترحه، حالته كيف، هل هي حسنه، هل هي متراجعه، هل هي سيئه. فهذا المكاتب تعني برصد وتوثيق كل حال شهيد والاستقصاء. والحمد لله توفقنا، والان معنا قائمه ومعنا كشف متكامل بالشهداء. وبالنسبه للعسكريين والامنيين، نحن لنا يعني الان ماشيين في خط مع الاخوه في اداره الامن في القوات المسلحه، وهم يرفعوا لنا تحديث اول باول عن كل حالات يعني ترد اليهم من الشهداء الابرار، والامور تصير بشكل طيب والحمد لله. الان بالتاكيد انكم تواجهون العديد من الصعوبات، ما هي الصعوبات والمعوقات التي تواجهونها؟ بالنسبه للصعوبات، نحن الان لما نتكلم على محورين. المحور الاول هو الشهداء الابرار باذن الله، والجرحى الابطال. بالنسبه للجرحى الابطال، فنحن نتمنى باذن الله ان يكون لديهم سفر للخارج. معنا يعني اكثر من 350 حاله، هذه يجب ان يكون السفر طارئ للخارج، ونتمنى ان يكون الى دوله، يعني نحن نتمنى ان يكون مثل الهند او دوله يستفيد من الجرحى. هناك الان علاج في اليمن، ولكن ايضا تطالبون ان يكون هناك علاج في الخارج. في رحلات اخلاء، ونشكر فيها القياده السياسيه على اهتمامها بالملف الجرحى، لان عملوا لنا اكثر من 5 رحلات اخلاء. نعم. الى الاردن والى السودان، والحمد لله توفق فيها كثير من الجرحى. والجزء الاخر الذي لم يتوفق عاد الى الوطن، وكان معنا نحن الان بامانه يعني نوجه بالشكر والتقدير لمركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه، يعني عمل دور كبير جدا هذا المركز في مسانده ملف الجرحى. والان في الوقت الحالي نحن كان في شهر 2 اتفاقيه بين مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه ووزاره الصحه مع المستشفيات الخاصه في عدن ومستشفى الروضه في تعز. فبالنسبه للمستشفيات الخاصه، هذا استفاد منها اكثر من 600 جريح في مستشفيات عدن، واكثر من 150 جريح في محافظه تعز في مستشفى الروضه. انتهت المرحله الاولى، وجددوا الاتفاقيه مركز الملك سلمان مع المستشفيات الخاصه بمرحله جديده، ودشنا المرحله الجديده في شهر يوليو، والان تستقبل حصه كل مستشفى 150 جريح. نتطرق الى ملف اصحاب الاطراف الصناعيه، كيف ستتعاملون مع هذا الملف؟ بالنسبه لاصحاب البتر، ذات البتر، الاخوه الجرحى الابطال الذين فقدوا اطرافهم، نحن ان شاء الله باذن الله معنا قائمه بهم، وهم يبلغ حوالي عددهم 200. ان شاء الله نحاول بقدر المستطاع ان يتم اخلاءهم للخارج ويعمل لهم هناك، لانه فيه بيكون تاهيل. تعرفين موضوع الاطراف مش موضوع سهل، صح. مش موضوع تركيب طرف وانتهى الموضوع، لا، تاهيل ويعني على فترات، وهذا الموضوع موضوع يعني مش سهل. فنحن تواصلنا مع الاخ وزير الصحه، الاخ الدكتور ناصر باعوم وزير الصحه، يقوم بجهود ورحلات مكوكيه من اجل الجرحى في كل مكان. احنا التقينا فيه، يستمع الينا ويستمع لمقترحاتنا بصراحه، ويناقشنا في المواضيع كلها، ويقدم مقترحات طيبه جدا. وسعه في حق مركز الملك سلمان في الاتفاقيات الشفاهيه الخاصه، والحمد لله التوفيق من عند الله، ثم الفضل يعود للاخ الوزير. هل تواجهون مشاكل هنا في اليمن على ارض الواقع مع المستشفيات الخاصه وادارات المستشفيات الخاصه باقناعهم بان هذا عمل انساني، او تواجهون مثلا شكاوى من بعض الاهالي بعدم التعاون من قبل المستشفيات الخاصه معهم؟ تفاعلت المستشفيات الخاصه وأدت دورها بدون أي مقابل، وكانت تستقبل جرحى من كل الجبهات. أكثر من 8 حالات أسر شهداء، أبناء شهداء يحتاجوا عمليات، حولناهم مستشفيات خاصة وقبلوهم بدون مقابل، والله بدون مقابل، عمل لهم عمليات بدون مقابل، وفاء للشهداء. هذا مبادرة إنسانية طيبة، أنا أشكرهم. هل لديكم مطالب باعتباركم يعني في للمكاتب هذه، مكاتب الشهداء، هل لديكم مطالب تتعلق بالشهداء والجرحى؟ بالنسبة للشهداء، يعني أنا أخي شهيد طبعا، ناس قدمت أرواحها فداء للوطن، ضحت بكل شيء، فيجب وواجب أخلاقي، واجب إنساني، واجب ديني أن نقف مع أسر الشهداء. يعني أسر الشهداء
يجب أن يحصلوا على المرتبة الأولى من الاهتمام والرعاية. أنا أطالب القيادة السياسية وطالب لها من السابق، يجب يعني رصد لهم رواتب شهرية عبر البنك أو عبر البريد وليس عبر اللجان. صحيح، خاصة أولئك الذين فقدوا عائلهم، يعني الذي كان مدخل، يعني هو الذي يدخل المصروف المادي على الأسرة. أنا أعرف أسر فقدت 2 شهداء أخوان من نفس الأسر، وفي أسر في تواهي وفي كريتر فقدوا 3 أفراد من نفس العائلة، وهم كانوا العائلة الوحيد لهم. يعني إحنا لا يمكن أن يكون جزاهم، ولا يمكن أن نرد الجميل لهم بهذا الطريق، لا أبدا. نحن لا يجب أن نكون عند مستوى وعند حسن ظنهم، ويجب أن نكون نرد الوفاء بالوفاء ونرد لهم الجميل. يجب، نحن لولا فضل الله ثم فضل هؤلاء الشهداء لما كنا اليوم في هذا المكان، نلتقي في هذا المكان، ولا ما كنا اليوم الأمور تصير طبيعية في محافظة عدن. فلهذا أنا أطالب ب يعني صرف رواتب شهرية موثقة، خاصة وأننا قد قطعنا شوط كبير في الحصر التوثيق، ولدينا قائمة يعني صحيحة مكتملة بعدد الشهداء المدنيين في عدن، والشهداء العسكريين لا ننساهم أبدا ودورهم البطولي، ولنا تواصلات مع إدارة الأمن مع القوات المسلحة، وعدينا القائمة وإن شاء الله بتكتمل غريب في الغريب العاجل. بالنسبة لحقوقهم أيضا نطالب بصرف لهم المدينة الشهداء الذي حددها فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، والذي أعلنها مدينة الشهداء. هذا الملف يجب أن يتحرك، يجب المدينة هذه أن تسلم للشهداء، يجب أن يعرف كل إنسان أن هذا أقل واجب وأقل شيء نعطيه أسرة شهيد. المباني السكنية التي كانت مسبقا تسمى بمدينة الصالح، المباني السكنية الذي في مدينة الشعب الذي بنيت كمباني سكنية، شقق سكنية، هذه الشقق السكنية صدر قرار من رئيس الجمهورية حفظه الله بأنها تتبع الشهداء، أسر الشهداء، ولهذا يجب أن نفعل. بالنسبة لحقوق الشهداء أيضا، أنا يعني بحسب اطلاعنا على القوانين، في قانون رقم 5 لعام 93 الذي يعني بحقوق أبناء الشهداء، هذا القانون يجب أن نفعله، لأن هذا القانون يضمن لأبناء الشهداء حقوقهم في الوظيفة لهم الأولوية، في المنح العلاجية للخارج لها الأولوية، أم الشهيد، أخت الشهيد، زوجة الشهيد، ابن الشهيد له الأولوية في السفر للخارج للعلاج، المنح الدراسية للخارج متى ما كان من تفوق ابن الشهيد فله الحق، بنت الشهيد لها الحق أن تكون لها منحة دراسية. بالنسبة للرسوم، إعفاء من الرسوم في الكليات العسكرية، في الكليات الدراسية، في المعاهد المهنية، في المعاهد التقنية، يجب أن يكون لهم الأولوية. هذا ناس قدموا أرواحهم، ما في أغلى من الروح، ما في أغلى من دم الإنسان، متى ما قدم هذا الإنسان قدم روحه، إذن لهم الأولوية. أنا بالنسبة لنا نحن أيضا الشيء تأمين صحي، التأمين الصحي لكل أسرة شهيد، لأن التأمين الصحي يعني يكفل أو يضمن لنا أن أسرة شهيد، يعني مش معقول أن تيجي عند مستشفى خاصة أو تروح صيدلية ما فيش معها علاج. نعم، وهذا من شأنه أن يرفع شعور المواطن بالشعور بالمواطنة وبأنه جزء من هذا البلد. بالضبط. بالنسبة للتوظيف، الأولوية في التوظيف هي الابن الشهيد، بنت الشهيد، يعني هذه أولوية، هذه أولويات، هذا واجب أخلاقي، واجب ديني، واجب وطني، يجب أن كلنا نحس فيه، ويجب أن كلنا نعمل. مش شرط أن هذا يكون وكيل محافظة شؤون الشهداء يطالب به، لا، حتى الشخص الذي البسيط، الإنسان البسيط، يجب أن ينادي بهذا المطالب، هذه مطالب حقوقية لازم كلنا نكون عندها. أستاذ علوي، رسالة أخيرة تحب أن تقدمها للجرحى وأسر الشهداء؟ هي رسالتين. أول رسالة أنا أشتي أوجهها للقيادة السياسية، الصراحة أنا أطالب يعني برحلة إخلال الجرحى عاجلة جدا وطارئة جدا. والله بعضهم عندهم إصابة في العين، يكون يعني أطفال معنا، يعني إصابة في العين الأولى، انتهت العين الأولى، العين الثانية بدأت تنتهي لأن الالتهابات بدأت تنتقل للعين الأخرى، فهي عبارة عن موضوع شهور، شهر 20 يوم، شهرين بتنتهي العين الثانية ويصبح عمى كلي. في بعضهم بل نفس القصة، العصب
الجبنة العصبية، الجبنة العصبية عندنا في ضعف بالنسبة في عدن للعلاج. تعرف أنت بالنسبة لكامل بشكل عام البلد كامل مش عنده الإمكانيات العالية. نعم للعلاج الجملة العصبية. الجملة العصبية جملة يعني تحتاج إلى تخصص، وتخصص في الخارج وموجود في الهند وفي دول أخرى. أنا أناشد بصراحة وطالب وأتمنى يعني أنه يتم إخلاءهم بأسرع وقت للخارج إن شاء الله. والله الناس يعني بأمانة أنا يعز عليها ولتألم كثير ما نشوفهم، فلازم تكون رحلة إخلال الجرحى لأنه ما عاد فيش معنا كثير، هو 350 جريح 400 جريح لازم إخلال الخارج. هذه رسالة للقيادة السياسية. بالنسبة رسالة للقيادة السياسية بالنسبة للشهداء، أنا أتمنى ويعني هذا مطلب أنا أعتبره مطلب يعني إنساني قبل أن يكون مطلب وطني، مطلب أخلاقي، أن أسر الشهداء تستلم يعني رواتبها بشكل متساوي، مش مجموعة يستلموا رواتب محسوبين على فلان ومجموعة يعني أسر الشهداء لأن الشهداء دونك تقاتلوا مع فلان ولا قاتلوا. لا الله ما قال هكذا، الشهداء سواسية، الشهداء كلهم سواسية، يجب أن يكون في عدل. الراتب أنا أتمنى أن يكون الراتب أو تكون الإعانة تأتي عن طريق الدولة والقنوات الأساسية. نحن دولة لازم الأمور تمشي عن طريق القنوات الرسمية. نعم أكيد. قنوات الدولة يجب أن نفعلها، يعني لازم الراتب هذا يستلمه عبر البنك، يستلمه عبر بريد، عبر بطاقة يروح لهناك. يعني مش معقول أن أسرة شهيد قس مراعي اللجنة، مراعي لفلان، مراعي لأبو فلان. لا هذه هذا ناس ما يقولوا إخواننا المصريين موت وخرب ديار. هذا ناس تاج على رؤوسنا، تاج والله العظيم تيجال على رؤوسنا. حرام أننا اليوم نشاهدهم يعني أنهم يتنقلون من بين لجنة إلى لجنة. ليش؟ نحن دولة، نحن معنا قائمة، يجب احترامهم والتعامل معهم بما يستحقون. نعم يعني يجب عن طريق بطاقة، عن طريق البنك يروح يستلم هناك راتبه كامل. إيش المشكلة؟ ما فيش عندنا مشكلة، نحن نستطيع أن نعمل ليل نهار وبنشتغل كلنا بلاش، بس على الأقل نوفي حق الشهداء، حق أسرهم. فنقول لهم والله مهما عملنا ومهما وفينا ومهما عملنا ومهما يعني لا يمكن أن نجازيكم ولو بأقل نسبة، واعذرونا على التقصير وسامحونا، نحن نعمل بجهدنا والله وإن شاء الله ربنا يوفقنا. الرسالة الذي يوجهها الجرحى نقول لهم صبرا، وإن شاء الله بإذن الله أن بيجي يعني الفرق غريب جدا. وأنا وعدني وزير الصحة الأخ دكتور ناصر بعوم، وإن شاء الله في رحلة إخلاء قريب وإن شاء الله أنها تعجل. الأستاذ علوي نوبة وكيل محافظة عدن لشؤون الجرحى والشهداء، شكرا لك. الله يحفظك، أهلا وسهلا، يا مرحبا. مشاهدينا، الحرب هي أسوأ ما قد يحدث للبشرية، لنتكاتف جميعا لدمج كل الجروح ونأمل بأن يأتي يوم تختفي فيه كل الحروب. السينما في القرن الماضي وهي تعتبر من أجمل فنون الاتصال والإعلام في العالم، وعدن كغيرها من بلدان العالم نالها نصيب من هذا الجمال. في بدايات القرن الماضي عرفت عدن السينما كأقدم منطقة عربية أنشأت دور عروض سينمائية حينها. جدران بيضاء ومقاعد حديدية ممتدة على طول المكان كانت يوماً لأبناء عدن متنفسهم الوحيد ونافذتهم لمشاهدة الأفلام العربية والعالمية. ثلاثينيات القرن الماضي انفردت عدن عن غيرها من مدن الجزيرة العربية بأول عرض سينمائي، فمثلت بذلك الأسبقية في تشكيل الوعي الثقافي الذي وصلت إليه عدن آنذاك. ارتباط السينما بعدن لها تاريخ قديم منذ بداية الثلاثينات، أو إذا صح التعبير أواخر العشرينات، عندما كانت هناك سينما صامتة في منطقة القطيع، حيث يتواجد الآن المبنى للمجمع الطبي في منطقة القطيع. فمن هناك بدأت السينما الصامتة،
بعدها تطورت إلى السينما الحديثة، فكما ترى هناك كان ارتباط مباشر بين عدن والسينما من خلال الجاليات الأجنبية المتواجدة في هذه المدينة. حتى عهد قريب كانت دور السينما في عدن تعكس واجهة المدينة وهوية موروثها الثقافي، فمن سينما سبا إلى بلقيس إلى سينما هيريكين وسينما التواهي التي تحولت مؤخرا إلى قاعة أعراس وغيرها من دور السينما في عدن التي قادمها الزمان ودمرها الإهمال ولم يتبقى منها سوى بقايا أطلال. هناك سينمات بنيت في بداية الأربعينات مثل سينما هيريكين لمالكها ماستر حمود وسينما الأهلية لملاكها الأخوين حسين وحسن إسماعيل خدابة خشخان، وبعدها في الخمسينات استحدث المبنى مبنى السينما الأهلية عندما زار فريد الأطرش عدن عام 56 ووضع حجر الأساس للمبنى الجديد المتواجد حاليا لكنه مقفل. تعد السينما واحدة من أبرز الفنون الثقافية قديما وحديثا لما لها من تأثير كبير في تشكيل الوعي الثقافي بأسلوب أكثر تشويقا وترفيها يترك أثره العميق في نفوس الناس. سينما الأهلية وسينما هيريكين كانت تبث الأفلام العربية في أيام الإنجليز للجاليات العربية المتواجدة هنا، بالإضافة إلى أبناء عدن وممن يفهموا العربية. والسينما البينيان اللي هي برافين كانت تبث الأفلام الهندية للجالية الهندية المتواجدة وأبناء عدن الهنود المتواجدين هنا، بالإضافة إلى سينما بلقيس اللي بنيت في الستينات، و سينما ريجل أو شهناز كما كان اسمها قديما كانت تبث الأفلام الغربية للأجانب الإنجليز المتواجدين في عدن وأبناء عدن أيضا، فكنا نذهب هناك نشاهد أفلام الكاوبوي أفلام غربية متنوعة. وتوزعت السينمات على كافة مناطق عدن، مثلا عدن فيها حوالي 4 أو 5 سينمات، وعدن يعني كريتر والمعلة تنتين سينمات، التواهي سينمتين، الشيخ عثمان ودار سعد سينمتين ودار سعد سينما واحدة. فاستلهمنا نحن أبناء عدن ثقافتنا من خلال مشاهدتنا للأفلام هذه و الذهاب إلى السينما أسبوعيا خلال الأسبوع أو خميس وجمعة مثلا، وكنا شغوفين بالسينما منذ الصغر. وفي عدن تركت طابعها الخاص بما لها من خصائص مميزة في نمط العرض والأسلوب المتبع قبل وبعد عرض الأفلام، وأثناء تجمع مرتادي السينما وما يصاحبها من أجواء تعكس روح التآلف في تركيبة المجتمع العدني. الكل كان يرتاد دور السينما قديما وحتى الثمانينات، الكل كان يشاهد سينما، عائلات تذهب إلى السينما. يعني مثلا سينما بلقيس كان أغلبيتها عائلات تروحها لأنه بحكم أنها مكيفة، أول سينما مكيفة في الجزيرة، فكانت الأسر تروح تشاهد الأفلام هنا. ومعك سينما ريجل يعني كان الأسر والشباب يعني كافة الكل يذهب لمشاهدة الأفلام. لم تعد السينما حاضرة اليوم كما كانت في الأمس القريب، وتلك لها مسبباتها المختلفة التي فرقت بين دور السينما وجمهورها المتنوع. السينما لم يعد لها وجود بعد عام 90. السبب الأول إعادة السينما لملاكها السابقين، وملاكها لم يعد عندهم القدرة بأن يديروا السينما أو يشغلوها بنفس الطريقة التجارية السابقة لأنه ما عندهم رأس مال يديروا فيها.
مثلا اول في فتره الستينات عندك مالك سينما هريكن مستر حمود وملاك السينما الاهليه حسن اسماعيل حسن وحسين اسماعيل خدابخش كانوا يذهبوا الى القاهره ويحضروا الافلام الطبعه الاولى، يعني اول ما الفيلم ينتج يكون جاهز يحضروه يشتروها ويجيبوها الى عدن. يعني انت ما تتفرج فيلم معاد او فيلم قد مر على جميع الدول، فيلم كان يجي الى عدن اول شيء. فالان هذا غير موجود، بالاضافه الى دخول النت والقنوات الفضائيه الناس ما عاد يهتموش بالسينما. بالإضافة إلى تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة وغياب دور الجهات المختصة في إعادة نشاط السينما، جميعها ساهمت في تلاشي ذلك الصرح الثقافي بمدينة عدن وربما إلغاءه تماما من أبجديات الثقافة ومستقبل الأجيال. منشآت السينما من أهم ملامح الشعب الحضاري، ولكنها في عدن تعاني من الإهمال الشديد وتوشك أن تصبح جزءاً من الماضي. مشاهدينا الكرام، أهلاً ومرحباً بكم. معنا الآن الأستاذ قاسم عمر، الممثل والمخرج المسرحي، الأستاذ المبدع. أهلاً ومرحباً بك أستاذ قاسم. بداية أستاذ، حدثنا عن بدايتك ومسيرتك الفنية في مجال التمثيل. اولا قبل ما اتحدث عن بدايتي الفنيه، انا اشكر قناه بلقيس التي نزلت الى عدن وتعمل لقاءات فنيه مع الفنانين، وهذا شيء طيب جدا. اول مره نحس لفته من القنوات الاعلاميه بهذا الجانب. والسؤال حول بدايتي الفنيه، هذا قد يعني جاوبت عليه في اكثر من قناه، ولكن ما فيش معنى ان الواحد يعني يعيد ويتكلم في هذا الجانب. طبعا انا قاسم عمر، بدات حياتي الفنيه في مطلع السبعينات وانا طالب في المدرسه الثانويه، ودخلت في فرقه المصافي الكوميديه في البريقه بحكم اني كنت ساكن في منطقه البريقه مع نجوم المسرح الكوميدي انذاك، الحاج عمر وعلي علي بن علي صالح بن صالح واحنا عبد الله عمير وناصر حسين، اللي تعلمنا منهم ونهلنا منهم الكثير من الفن في الكوميديا بالذات يعني. وانا مع مجموعه من جيلي من اترابي، مثل الله يرحمه عبد الله حميد سيف، عبد الحكيم وضرار راوح، عبد الله حسين، منصور غبري، ونحن مجموعه كنا ننشط داخل المدرسه وانتقلنا الى هذه الفرقه. طبعا هم سبقونا بسنتين حوالي. نعم. وبدات حياتي الفنيه، دخلت في أول دورة للمسرح في عام 75-76، كانت أول دورة تقيمها وزارة الثقافة، ومن هذه الدورة أخذت كل الفرق الفنية اللي موجودة داخل عدن ولحق وأبين وحضرموت، قامت بها وزارة الثقافة، ومن خلال هذه الدورة تشكلت فرقة المسرح الوطني في منتصف السبعينات في عام 1976. أيوه. وكنت أنا للشرف ان انا اكون عضو في هذه الفرقه من المؤسسين فيها، واستمرت في الاعمال الفنيه مع فرقه المسرح الوطني، اتحولت من بعدها طبعا توظفت وزاره الثقافه، ومن الوظيفه طبعا استمرت كثير من الاعمال الفنيه المشهوره انذاك واللي لا زال لها ذكري لحد الان، الذي قدمناها مثل مسرحيه فتاتنا اليوم والتركه الجزء الاول والجزء الثاني و دي زرعته وصربوه وثورة الزنق، وأعمال فنية كثيرة عربية وعالمية ومحلية. وأتى وقت التأهيل الأكاديمي في عام 1980، بعثت وزارة الثقافة مجموعة من الفنانين وأنا كنت من ضمنهم. التأهيل الأكاديمي لتصبحوا ممثلين يعني في مجال التمثيل، في الإخراج، يعني في كل التخصصات يعني. وكل ما سبق ما شاء الله أستاذ كنت يعني تؤديه. هذا كان يعني كلنا احنا من موهبة، كانت كل طبعا اللي ما يدخل في هذا المجال اللي إذا كان موهوب ولا ما صحيح أكيد يعني يستمر فترة ويتوقف. نعم. الرهان على الاستمرارية هو أصحاب الموهبة دائما. طبعا. وتأهلنا من 80 إلى 86 وأننا شهادة الماجستير، وصلنا العمل الفني في فرقة المسرح الوطني. وكانت الأعمال الفنية آنذاك في
في قمة الزهارة. قدمنا الكثير من الأعمال العربية والعالمية واليمنية. هذه فترة الثمانينيات، من السبعينات إلى الثمانينات، إلى أن أتى عام 90 أسس الوحدة واستمر العمل الفني، بس ما كان بنفس القوة لأن العاصمة تحولت إلى صنعاء وتعرفيها. وبعد في تلك الفترة توقف، يعني كانت ثقيلة الأعمال الفنية، كانت قليلة جدا، اللهم أنا من المشاركات في مهرجانات محلية، المهرجان الأول للمسرح اليمني والمهرجان الثاني. هل تعول يعني هذه القلة أو التراجع هذا إلى مثلا نقص التمويل أو عدم التفات السلطات والجهات المعنية إلى المسرح في هذا؟ لا، مش في هذا بس فقط، هذا أحد العوامل، لكن العامل الرئيسي كان أول قبل الوحدة وزارة الثقافة تعمل بند ضمن موازنتها للنشاط الثقافي والفني لفرقة الدولة في المسرح والفنون الشعبية والرقص والأكروبات والموسيقى وكله، يعني ضمن في الموازنة بند، يعني لازم يكون للنشاط الثقافي على مدار العام. بعد الوحدة السيستم اختلف أو النظام اختلف، يعني ما فيش الجانب هذا مش موجود، مش على فقط على عدن، على كل المحافظات. يعني هناك خزينة مخصصة. ايوه ما فيش، بس اللهم فقط الا لما تكون في احتفالات رسمية وزارة الثقافة تقدم حقها المشروع إلى الرئاسة، والرئاسة هي اللي تصرف للأعمال الموسمية أو بالأصح الأعمال الوطنية، يعني حق المناسبات يعني. ونادر ما يكون في أعمال فنية من غير مناسبات، إضافة إلى قلة المشاركات الخارجية في المهرجانات. يعني أصبح الفن مسيس أو لا يتم إلا بخطة قلم موافق أو غير موافق. كان النظام إلى أن أتت 94. بعد 94 يكاد يكون مات المسرح بالذات في عدن، يعني لأنه كان معنا هو المكان الوحيد اللي كان المسرح الوطني اللي موجود في التواهي اللي كنا نقيم فيه نشاطنا، كان تابع لوزارة الثقافة. بعد 94 أصدر قرار رئيس الجمهورية المخلوع السابق علي عبد الله صالح بإعادة المسرح إلى مالكه الأصلي المستثمر، رغم أن هذه لها قصة ثانية ومش وقتها الآن أجي أشرح لك، أن المالك قد أخذ حقه 3-4 مرات وهذا أعاد له المسرح. أنا كان في سمسرة حول هذا الموضوع، ووقف المسرح داخل عدن كبناية كمكان يضم الفنانين يقدموا فيه أعمالهم، ما فيش، اللهم أنه يقدموا داخل دور السينما وداخل قاعة فلسطين اللي هي قاعة مؤتمرات، يعني ما فيش، يعني أصبح الممثلين المسرحيين متشردين كأنهم، يعني حاجة بالشكل ذا، يعني ما كانش مكان الذي يأوي الفنانين، مش المسرحيين بس، حتى الموسيقيين حتى الفنون الشعبية، يعني ما فيش مكان يأويهم حتى أنهم يقدموا أنشطتهم بشكل مستمر. إضافة إلى هذا ما فيش موازنات تقدمها وزارة الثقافة لمكاتب الثقافة في جانب النشاط الثقافي والفني، ممكن يقدموا الموازنات في الترميمات في المواصلات في الشغلات زي هذه في الشؤون الإدارية، لكن الذي مجال الفن والإبداع والمسرح الذي وجدت من أجله وزارة الثقافة، النشاط الثقافي والفني اللي هو المسرح والموسيقى والفن التشكيلي والفنون الشعبية والأكروبات والكتب والندوات، مع الأسف الشديد ما كانت موجودة هذه الموازنات، عشان كذا قل النشاط المسرحي. اللهم كل الذي كان يقدم فيما بعد، هذه الإرهاصات اللي كانت تقدم مجرد من نشاط خاص بالفنانين أنفسهم، يعني كل مخرج يعني معه عمل، وبالذات وقت المسرح الوطني اللي قدر يعني تابع للدولة، يعني لما أكون أنا مثلا أقى في بالي أن أنا أخرج عمل مسرحي استفزنا عمل قريته، أجري بعد الموازنة حقه وأدور البلاد كلها علشان أخرج مبلغ معين حتى ما يكفيش للديكور وللملابس، إلى أن أتى ربي يتفرج على وزارة الثقافة، أتى قرار أو قانون بإنشاء صندوق التراث. هذا قلنا الحمد لله تعشمنا منه أنه بيكون هذا رديف لوزارة الثقافة هذا الصندوق ويأخذ، ولكن صندوق التراث أيضا موجود في صنعاء، هو طبعا كله طبعا بحكم العاصمة، طبعا هذا الصندوق اللي من مهمه أنه يساند وزارة الثقافة بأن ما عندهاش موازنات ما عندهاش هذا، يردفها في أن تقدم خططها وبرامجها في بناء أو تجهيز بعض استكمال بعض المسارح إذا كان في وقتها انتعش المسرح بفضل هذا الصندوق.
هو وانا بدا يتفعل في 2004 لما كانت صنع عاصمه الثقافه العربيه. لكن مع الاسف الشديد التحول هذا الصندوق الى صندوق شؤون اجتماعيه مع الاسف الشديد ايضا، يعني الفنانين اللي حالتهم يعني اقل مرتب قدو مرتب الفنان واللي هم مضطهد داخل هذا للاسف نعم، فكانوا يدعمهم من هذا الصندوق. بس وصل الى انه هذا الدعم مش فقط للفنانين، حتى الناس من خارج الوزاره، اداره شؤون القبائل، الشيء موظفين في الدوله في اداره ثانيه، يعني برساله من الوزير، برساله من يعني تحول الصندوق الى جمعيه خيريه، الى جمعيه خيريه او الى شؤون اجتماعيه يعني لمن يستحق ولمن لا يستحق. وكان يعني نشاطه الثقافي والفني بدا يقل ويضمر ويضمر الى ان تلاشى. طبعا هذه الوضعيه اللي نحن عشنا فيها اثرت كثير على جيلنا، اكيد تاكيد عاش جيلنا يعني مراحل زهو ومراحل نمو ومراحل ازدهار ومراحل اخرى يعني انتكس فيها وتعثر النشاط الفني بشكل عام بما في المسرح. طبعا هذا اثر علينا نحن كفنانين، يعني بدا الفنانين يلتجؤوا الى ظاهره جديده اللي هي التلفزيون. صحيح. طبعا الاذاعه كنا نعمل فيها من قبل بشكل مستمر، الى ان ظهر موضوع المسلسلات التلفزيونيه اللي في رمضان تنعنش الفنانين قليل وابداوا يتنفسوا وينفسوا عن انفسهم. قدمنا كثير من الاعمال الفنيه في مسلسلات رمضان، من مسابقات رمضان، من مسلسلات برضو الى هذه السنه يعني. لكن النشاط الثقافي والفني بالذات المسرحي متوقف، يكاد يكون انتهى. اللهم انه في المعاناه يقول لك تولد الابداع، في فرق فنيه شبابيه، فرقه خليج عدن وفرقات مش عارف يعني في فرق فنيه موجوده داخل عدن شباب، والشباب اختلف يعني مش زين احنا يعني شو ما عدنا طبعا نروح نتابع من مكان لمكان. ما يا استاذ قاسم الان في المجموعات الشبابيه الموجوده على الساحه، المجموعات الشبابيه الفنيه؟ والله في شباب يعني يقدموا اعمال جميله، وفي شباب مع الاسف الشديد يعني يفتكروا المسرح مجرد نشاط وتقفاز. لا يعني مثلا شو فرقه خليج عدن بصراحه يعني فرقه بدأت بأعمال بسيطة وبدأت لكن بعدين بدأت تنضج، بدأت تقدم أعمال كويسة، تجارب جميلة في المسرح، والشباب اللي فيها المخرج عمرو جمال ورائد طه وعدنا الغضب وخالد حمدان، مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب الآن عملوا بصمتهم وإضافتهم. طبعا يعني وحتى نحن ساهمنا معاهم واشتغلنا معاهم، بعض الفنانين اشتغلوا معاهم في المسرح، بعضهم اشتغلوا معاهم في التلفزيون في المسلسلات إلى آخر عمل يعني. ويعني هذه تكاد تكون الفرقة أو المجموعة التي ظهرت أكثر يعني. في فرق ثانية يعني في شباب ثانيين يعني زي صقر عقلان مرشد ومع مجموعة وعمر الشعبي ومجموعة فرق ومجموعة برضه في المعلة ومجموعة في التو يعني، بس هذه تحتاج إلى توجيه. نعم. دوركم أنتم هل تقومون بتوجيه هذه الفرق؟ والله نحن لا نبخل. الفنانين الممثلين والواعدين؟ نحن لا نبخل. إذا كان طلب مننا أن في بعضهم ما تجي تعطيله ملاحظات معينة فتحس إنه زي اللي يتحسس منك، خلي له حاله لما هو بنفسه بيجي لك يعني. طبعا من الأعمال الفنية اللي قدمتها أنا كثيرة جدا يعني، مسرحيات كثيرة مشهورة واستمرت يعني، لي مشاركات داخلية وخارجية كممثل وكمخرج. من الأعمال الفنية التي قدمتها في بداية حياتي الفنية عائلة في خطر، إخراج عبد الله مصيبلي للتأليف الشميري، مسرحية التركة تأليف سعيد عولقي، هي مسرحية تكاد تكون مشهورة. هذه المسرحية قد يعني قدمت في أكثر من منطقة واستمرت على مدار 3 سنوات وهي تقدم عروضها، أكثر من 100 عرض قدمت في كل يعني قبل الوحدة قدمت في كل المحافظات وفي المديريات حتى إلى الحدود. الجزء الأول طبعا، الجزء الثاني أنا أخرجته اللي هو ترك الجزء الثاني لنص المؤلف سيد عولقي، إضافة إلى سيد بنتلة وتابعه ماتي ومسرحية دي زراعة وصربو ومسرحية إدارة الشؤون الزين، أعمال مسرحية كثيرة مكبر أعمال عربية. قاسم أين وجدت نفسك أكثر، في الأعمال الدرامية التلفزيونية أم في المسرح؟ والله شوفي كل عمل فني له خصائصه وله ميزاته طبعا، لكن خشبة المسرح هل لها سحر خاص بالنسبة لك؟ المسرح الحب الأول والأخير. التلفزيون هو وسيلة انتشار، تقدم بطاقة تعريف للناس
باسمك وفنك وعملك هيعرفوه. قدمت اعمال لا باس بها في المشاركات مشتركه مع فنانين في سوريا، المشاركات يعني داخليه، قدمت اعمال فنيه تلفزيونيه انا وزملائي. ولكن الحنين يظل دائما للمسرح. اي طبعا المسرح يعني له شغف خاص، لما تقدم العمل تحس بنشوه خاصه، خاصه لما يكون يعني ذيك الساعه يعطيك الجمهور النتيجه حقك ايوه ولا لا. كيف؟ فشاركت في اعمال كثيره. والجمهور دائما كان يقول ايوه الاستاذ قاسم؟ والله كان المفروض انك تسال الجمهور حول هذا، لكن حسب ما سمعت يقولوا ايوه. اعتقد انهم اكيد يقولوا ايوه، يقولوا نعم، واحنا كمان نقول ايوه. الله يخليك، الله يبارك فيك. بس المشكله في عدن انه تفتقر الى دار المسرح. وانتم اليوم جبتونا الى هذا المكان استضفتونا فيه، لفت نظري هذا المجلس التشريعي السابق، فكان مهمل رغم انه مكان اثري وجميل. شوفوا في الخارج على الاماكن اللي زي هذه استغلوها، يخلوها دار للموسيقى، مكان للمسرح، للعروض، للتجارب الفنية الخاصة، يكون جاليري ولا معرض للوحات الفنان التشكيليين، ولكم قاعة للسينما بشكل تاريخي. فهذا المكان قدامنا تحفة. أنا من هذا الموقع ومن هذا المكان أنا أقدم التماس ورجاء من القيادة اللي موجودة في هذه البلاد لو كانوا يسمعون احنا طبعاً. ليش ما نستغل هذا الموقع طالما انه هو مهمل بهذا الشكل؟ هذا الموقع وغيره ايضا من المواقع، يعني انا اتكلم عن الموقع بحكم الان فيه يعني. ليش ما يكونش مسرح للتجارب الفنيه او مكان لل يخدم الثقافه، يخدم الفن، يخدم الروح ايضا، يخدم الروح اضافه الى توالي الحكومات والانظمه اللي كانت قبل الوحده الى الوحده الى الان، الى مع الاسف الشديد ما حد منهم بنى دار للمسرح، مسرح متخصص. صح بنوا قاعات زي قاعة فلسطين، بنوا لنا قاعة بعد ما خرجونا من المسرح الوطني في حافون، مع الأسف الشديد لم من 98 اليوم لم يكتمل بنائها. يعني تحس انه كأنه الفنانين المسرحيين أبناء غير شرعيين لهذه، مع الأسف الشديد. لكن لو كان يعني مكان يعني لحزب سياسي او منظمه سياسيه، حتى تصوري انه في حرب 94 يعني مقرات الفرق المسرحيه اخذوها متنفذين، اتحاد الفنانين بكله اللي كان تابع اتحاد الفنانين موجود هنا في عدن على القطة في شارع العروه اخذ وسلب الى حد اليوم. يعني في اصول يعني، لان مع الاسف الشديد الثقافه يبدو لي انها هي الجدار القصير داخل هذه البلاد يعني. لكن نحن نتعشم انه يكون في لفته حول الثقافه ولفته للفن، لانه الحياه مش كلها سياسه ولا كلها عسكره ولا كلها اقتصاد. الحياه بامس الحاجه الفن الغذاء الروحي موجود يعني مهم جدا للبشر. يعني انا في اعتقادي هكذا لازم يكون في توازن، يكون في بالانس بين الفن والسياسه والعسكره الاقتصاد، لازم يكون في مشان الامور تمشي كلها بشكل مستمر. استاذ قاسم الممثل والمخرج المسرحي، شكرا لك على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، كان معنا الاستاذ الممثل والمخرج المسرحي الاستاذ المبدع الاستاذ قاسم عمر. طيب الاوقات يمضي سريعا، وها قد وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا الاسبوع، القاكم في الاسبوع المقبل على خير، ويبقى الخير دائما في الارض وفي معدن الانسان وفي وصل الاهل وتعمير المدينه وفي اهل المدينه. الى اللقاء.